مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه الحلقات الخاصه من برنامج الصندوق الاسود واللي خصصناها للرد حول ما اثير من بلشنا نعك مره ثانيه بالمقدمه. ها فيك ايش حلوك ماشي. بس احنا قبل ما نروح كامبريدج دكتور، في انت 68 اللي رجعت الكويت، 68 رجعت شهر 8 ولا 67 نهاية 67 فرجعت ف67 رجعت الكويت. اللي بس نتكلم على انك رجعت ورحت قابلت نور نوري، نور نوري صح؟ قدمت اماكن يشرح بالضبط. باب سكر برا علي، شارب اللي برا سكر. اوكي مهمتها حسب مجلس الكنائس العالمي هي التبشير بالمسيحية في بيروت. التبشير صوت الدورية وصوت الدورية وايد عنها بحيط خميان يتخميان عنها؟ خميان يغطي على صوتك لا والله شيء. واحد من الشباب شو يقول لي؟ نعم يقول لي رايح المباركية. باركي عن محل مسابيح وخواتم وشي في المباركية، فعنده مسباح الظاهر رايح يشكه ولا شيء، فيقول انا قاعد اسولف مع رايح المحل. نعم. اثنين شباب يمي يعني هم توهم شارين مسباح وخالصين بيمشون. فيقول اسمع، قطيت اذني اسمع هذا يقول حق صاحبه، قلت تتوقع هذا اللي شريناه المسباح هو نفسه هذا مسباح النفيسي؟ صدق لا. يقول التفت على هذا هو نفسه مسباح النفيس اللي يطلع ولا لا؟ صاحبي يقول له تقريبا وكم وزيد السعر ما شاء الله. شام مقصود. يلا شلونك؟ تمام. شو مالك؟ مستعد؟ انا انت اكيد تكون مستعد. الفكره انا اقول لك هي معلومه جديده ذكرت صارت عليها رده فعل. يلا احنا جاهزين. يلا اي ام ريدي. اللي شفتك انا اولا كانت وايد مكبره زياده وايد. ايه شغل عدل بالخف واللحيه شغل عدل عشان تطلع نفس لان اللحيه راح تبين انها كثير. فت زين بهالمقدار؟ زين تمام تمام موافقه. تم اعتماد الفقره. زين الحين فيك شده ولا ما فيك؟ الحين 10 الى 10 ايه يعني انا اقول الليله كفايه كافيه. ايه ما ناخذ لنا 10 دقائق ربع ساعه؟ لا اذا ربع ساعه ما يخالف. ربع ساعه؟ نعم. احنا ايش كثر باقي لنا على هالسيجمنت هذا؟ باقي على بس نخلص هالعشر دقائق. ايه. نعم. ها؟ اوكي على بس نخلص هالربع ساعه هذه. احنا بيروت 63. ايوه بروح الديار 63. اشوف الصوره. لا معقوله كذي. زين مشكله. انت ويتو الساعه كم؟ انا الثمان موجود. ها؟ انا الثمان موجود، ثمان ماكو احد. ماكو احد؟ لا لا. ايه طلعوا. ثمان ما كان في احد.
اوكي. اه تليفون صح نسيت والله. وحقق انجازات اقتصاديه رهيبه مسلمين مع ان الدكتاتور حقق اقتصاد حقق، لكن مع ذلك الشعب الايطالي حاسبه في النيران وعلقه المليون. ما ذكرتوني مهدي الحكيم انه مرافق لك. ان مهدي صح صح. ايوه انا حطيته تليفون. اه لا تليفون خليته بالسياره بعد مره واحده يعني. خلصنا بالساعه. انا كذا ضحكتي من الساعه دكتور. كلمه زين هذه انت وايد قاعد تخففها دكتور. يعني زين يعني ما يعني معقول كلامي. حتى الاسم والمطعم والمحاضره انت قاعد تخفف الكلام. انا ما معقول هاي وايد هم كلمه خفيفه صدق والله. ايش زين هذه راح تكون جزئية اللجنة السياسية راح تكون مفاجأة لقطاع واسع جدا لأن مو كل من يعرف المعلومة. صحيح لجنة سياسية مالت الأخوان. أنا شلون عرفتها؟ شلون عرفت؟ شنو عندي؟ نص ساعة خلص موضوع ايران بعد؟ خلص ايران؟ هالقوبة هذه بعدهم كانوا ويانا فيكتوريا. اي نعم. طيب كات. استقال الاعلى الوزير. وين صابرهم؟ كهربة ابراهيم؟ ويرون فيها قباقب فيها ميد فيها طيب 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 هني 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 بين قوسين اي وفيها صخر وفيها زبابيط فهمت شلون؟ اي نعم